ما المشكلة؟ لما أنتم خايفون؟ كورونا، ألا تعرفوا؟ كورونا نغص علينا عيشنا. عجبا، لأناس يخافون كورونا أكثر مما يخافون من ذنوبها. ليست المصيبة في المرض أو الموت، فالموت لا مفر منه وهو نهاية كل حي، لكن المصيبة في قلوب اعتادت الحرام ونزي منها الحياة والغيرة. أشد من كورونا، امرأة تشتري بيدها لباس التبرج لابنتها وتشجعها على لبسه ولا تهتم بحجاب ابنتها بحجة أنها صغيرة وقد تجلس معها لتشاهد الأفلام والمسلسلات. أشد من كورونا هو رجل عاكف على جواله وعندما ينادى حي على الصلاة حي على الفلاح يغلق أذنيه كأنه من أهل الأعذار. أشد من كورونا فتاة أعطاها الله صحة وشبابا وجمالا ثم تخرج من بيتها بكامل زينتها وبحجاب يحتاج إلى حجاب يستره وتخالط الرجال وتمازحهم وربما تعالت أصواتهم بالضحكات والعياذ بالله. أشد من كورونا وكادر تعليمي يعلم أبناءنا كل شيء إلا التوحيد والسنة والإسلام. أشد من كورونا هو اعتياد الناس شهادة الزور وقول الزور وسماع الأغاني والمعازف والاستهانة بها في أفراحهم وجلساتهم واستباحة ذلك، وهناك من يستحي من إنكار ذلك المنكر والعياذ بالله. يستحون من الناس ويعظمونهم ولا يستحون من الله وهو خالقهم ومدبر أمورهم ولا يعظمون أوامره. أشد من كورونا هو انتشار الربا والخيانة والسرقة والمعاصي التي لا حصر لها هنا. هذا والله هو كورونا العقائد والأخلاق الذي يجب علينا أن نخافه ونحسب له ألف حساب. نخاف من أمراض الأبدان وموتها ولا نخاف من أمراض القلوب وموتها، فهذه هي المصيبة الكبرى.